بكم مشاهدينا نشرة الظهر من الوطنية الأولى، وهذه عناوينها. التلاميذ المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية يشرعون في تحركات احتجاجية، والسبب تخوفهم من سنة بيضاء على خلفية الخلاف بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي. جيش المحتل الإسرائيلي ينفذ ضربات جوية ضد أهداف في سوريا يزعم أنها إيرانية، ودمشق تعلن سقوط ضحايا في العدوان عليها. عدد من سكان دول العالم يستمتعون برؤية قمر الذئب الدموي العملاق في واحدة من أكثر التظاهرات الفلكية العالمية ندرة. مرحبا بكم. نستهل النشرة بجديد الشأن التربوي، إذ يشهد الوسط المدرسي موجة من الاحتجاجات التلمذية، وقد توقفت صباح اليوم الدروس بعدد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تعبيرا عن تخوف التلاميذ من شبح السنة البيضاء على خلفية الخلاف القائم بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي. هاجر تلاميذ عدد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية مقاعد الدراسة بمؤسساتهم التربوية هذا الصباح، وانتظموا في وقفات ومسيرات احتجاجية تعبيرا عن تخوفهم من شبح السنة البيضاء على خلفية الخلاف القائم بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي. وعبر التلاميذ المحتجون عن رفضهم لقرار مقاطعة الامتحانات، وطالبوا بإيجاد حل جذري لهذه الأزمة. خرجنا مش نوصل صوتنا، عام مش يمشي خسارة من ناحيتنا، خاطر احنا السنة التلامذة متاع بكالوريا دفورات متاع السمستر الأولى ما عديناهمش، فما فرضية أنا ما نعديوش بكالوريا مرة واحدة. نحبوا قرار من عند أي طرف من المسؤولين باش ينجم يوصل لنا صوتنا، يعطيونا قرار واضح. ونحن ما نحبوش تعدى سنة بيضاء على خاطرنا، تعبنا عام كامل ونحن قاعدين نقروا، وكانش تعاود سنة بيضاء زاد باش يتضر الباك والنفيام وبرشا سنوات أخرى. المقاطعة تاع الامتحانات باش يطيح المورال تاع التلميذ، خاطر هو قراه برشا عام كامل وتعب واحد، في الأخر يجوا ينحوا عليه الدفورات والامتحانات، يطيح موراله يطيح موراله يطيح المورال نتاعه. لازمنا نعرفوا شنو يثبتوا رواحهم هما، مش احنا نقعدوا كرة ما بيناتهم. قلقنا اللي احنا ما نعرفوش على رواحنا وين باش نوصلوا، اسكو باش نعديو ما احناش نعديو، ما نعرفوش اسكو اني بلونش باش اني بلونش، معناتها احنا ضايعين في الحكايه. وامام عدم اجراء امتحانات الثلاثي الاول وتواصل مقاطعه الاساتذه للامتحانات واقتراب موعد اختبارات الثلاثي الثاني التي لم تعد تفصلنا عنه سوى 3 اسابيع، اعتبر رئيس الجمعيه التونسيه للاولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح صحفي ان السنه الدراسيه اصبحت مهدده، وحمل مسؤوليه تفاقم ازمه التعليم الثانوي الى الحكومه والى كل المسؤولين المتدخلين في الشان التربوي. اللوم على السادة ما يقريو الصغار، ملا خليهم هكا مش حاطين خيره، مش باهي الوضعية، معناها انو ما الصغار يقراو على روحهم وهكا يسوي وضعيتهم. حكومة الله غالب وبارك. الاحتجاجات التلمذية التي اندلعت في الأيام الأخيرة ما فتئت رقعتها تمتد لتشمل عددا من الولايات. حراك التلاميذ في وقفات ومسيرات احتجاجية جاء للإصداح برفضهم تواصل الوضع على ما هو عليه، وليعكس تعطل لغة الحوار بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي وسلطة الإشراف، حيث انقطعت جلسات التفاوض بين الطرفين منذ 23 نوفمبر الماضي. إلى مجلس نواب الشعب، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن جهود الوزارة متواصلة لتطوير نجاعة التدخلات الاجتماعية في إطار مقاومة الفقر، من ذلك قانون الأمان الاجتماعي الذي سيطور عمل الوزارة من مرحلة المساعدة إلى مرحلة التمكين وتوفير موارد رزق قارة للعائلات الفقيرة، إضافة إلى تحيين سجل الفقر. وأوضح الطرابلسي خلال جلسة مساءلة صلب مجلس نواب الشعب اليوم أن ضعف تدخل المراكز الاجتماعية يعود لمحدودية الإمكانات وقدرة الاستيعاب، مؤكدا أن الوزارة بصدد إعادة النظر ومراجعة طرق إسناد منح التسيير لهذه المراكز والجمعيات لتوفير عناية أكبر للفئات الهشة. كما أجاب الوزير على عدد من الأسئلة الشفاهية للنواب تعلقت أساسا بجهود مكافحة الفساد صلب الوزارة ومختلف هياكلها، سيما تلك المتعلقة بانتداب الملحقين الاجتماعيين بالخارج.
انطلقت بولاية قفصة حملات توعوية للتسجيل للانتخابات الرئاسية القادمة شملت الطلبة بالمؤسسات الجامعية من خلال مكاتب متنقلة، انتصبت أيضا بوسط المدينة لمزيد دفع عمليات التسجيل لانتخابات 2019. عمليات تحسيس وتسجيل للناخبين توجهت للطلبة بالمؤسسات الجامعية وانتصبت وسط مدينة قفصة وأسواقها، أمنتها مكاتب متنقلة لمزيد دفع عمليات التسجيل للاستحقاق الانتخابي القادم. أول مرة معناها تسجيل يكون متنقل ونمشي ونقربوا للعباد ونسهلوا لهم، قاعدين نتقدموا قاعدين نسجلوا في عباد جدد وقاعدة العملية مستمرة وإن شاء الله العباد تجاوب وإن شاء الله ديما خير. عندنا أربع كمين باش يدوروا في الولاية كلية معاهم فما أعوان تاع تحسيس اللي هما باش يحاولوا يحسوا المواطنين بقيمة التسجيل ويشجعوهم على أنهم يسجلوا ويمشوا لهم من هما، نحاولوا نمسوا بها سورتو الشباب والمرأة الريفية معناها ونحسوهم بقيمة التسجيل وقيمة المشاركة في الانتخابات. المكاتب المتنقلة للتسجيل انتخابات 2019 المنتصبة بمدينة قفصة شهدت في أغلبها إقبالا ضعيفا من المواطنين وخاصة من فئة الشباب. فما الشباب كلهم كان الكبار قاعدين يسألوا، ما نعرفش من بعد شوية يبدوش الشباب يجيوا، هاي الكبار يحاينوا، فما شكون معناتها كان في تونس يحب يبدل، فما اللي عمره ما سجل جاي يسجل في أولاده زيدا. أول مرة باش نسجل ولقيتها فرصة، معناها أنا داخلة الفاك حتى فاجئتوني. هي أول مرة معناها حبيت يعني انتخب، وخاطر معناها الواحد لازم يعطي كلمة ويعطي رأيه معناها ويختار. كنت مسجل وعملت تحيين، عملت تحيين بدلت للمقر الانتخابي، يعني مصر باش نشارك في العملية الانتخابية إن شاء الله. حملات التحسيس والتسجيل للانتخابات الرئاسية القادمة تتواصل بولاية قفصة على مدى يومين لتشمل عددا من المعتمديات والمناطق الريفية. فقدت الساحة السياسية التونسية أمس أحد أبرز أعلامها بوفاة الوزير الأسبق والنقابي مصطفى الفيلالي عن عمر يناهز 98 عاما في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد صراع مع المرض على أن يوارث يوم الغد بمقبرة رادس. في هذا التقرير لمحة عن مسيرته. صرح آخر من صروح النضال السياسي والنقابي والثقافي تودعه تونس اليوم بعد أن أعطاها من سنوات عمره 98 الكثير والكثير. مصطفى الفيلالي الوطني بامتياز والنقابي حد النخاع في ذمة الله، أنزله المرض من على صهوة جواده بعد صراع طويل، لكنه سيبقى في الصفحات المشرقة من تاريخ هذا الوطن. فالفقيد كان أول من تولى حقيبة الفلاحة بعد الاستقلال، فحرص وقتها على تونسة الأراضي واتخذ قرار إلغاء نظام الأحباس قبل أن ينسحب من الحكومة سنة 58-900 ألف. عن دائرة القيروان كان حاضرا في المجلس القومي التأسيسي وكذلك في مجلس الأمة من 59-900 ألف إلى 64-900 ألف ليتواصل مشواره مع الحياة السياسية داخل الحزب الاشتراكي الدستوري أوائل السبعينات، حيث عين مديرا عليه عاد اسمه بقوة في السنوات الأولى للثورة وتحديدا في 13 و2000 عندما كان البحث عن خليفة لرئيس الحكومة آنذاك علي العريض بعد حديث عن توافق واسع حول شخصه من مختلف الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لكنه رفض هذا المنصب بداعي تقدمه في السن، كما نقل عنه أنه يرفض أن يتم توظيفه لمقاصد غير شريفة، وكان منتقدا شرسا للساحة السياسية بعد الثورة. أنا نحلم أن يكون في تونس زوز فرق زوز كتل سياسية كبرى يمينية بنصف يمينية ويسارية ونصف يسارية معدلة مهذبة منظمة مغسولة من منظفة من 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 الرواسب السابقة. نعتقد أن الحياة السياسية قائمة اليوم على الفراغ. إشاع الفيلالي تخطى حدود هذا الوطن، حيث شغل الفقيد خطة مدير مكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية بالجزائر، كما كان عضوا في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. ومن أثاره المنشورة أيضا مؤلفات في السياسة والاقتصاد من بينها الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد والمغرب العربي الكبير نداء المستقبل. رحل الفيلالي
لكنه سيبقى حيا في ذاكرة كل من أحب هذا البلد وأفنى عمرا في خدمته. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وفي شأن اقتصادي، ورغم شدة المنافسة تستقطب معاصر زيت الزيتون التقليدية أو ما يعرف بالشوامي العديد من الفلاحين الذين يخيرون عصر منتوجهم من الزيت فيها. كاميرا الأخبار زارت إحدى المعاصر التقليدية في ولاية مدنين، يحاول أصحابها حمايتها من الاندثار حفاظا على الموروث التقليدي الفلاحي بالجهة. المعصرة التقليدية أو ما يعرف بشوامي أو المدار، معصرة تتحدى عجلة التطور التكنولوجي، فهذا النوع من المعاصر لا تزال تستقطب إليها الفلاح الذي ما زال يتشبث بعادته الفلاحية. والله إحنا الكبار نحبذ المعصرة التقليدية على خطر زيتها أبن، وفلاحتنا كلها بعلي وبيولوجية، ما عندناش دويات. الفرق بيناتها كان في السرعة، كما قلت لك الأخرى خف الزيت نتاعها تو خفيف، خاصة الجيل الجديد هذا كل ما عادش يحب الزيت قوي شوي، يحب الزيت خفيف، والزيت نتاع التقليدية يصبر أكثر من الله. هذه المعصرة وحتى لا تندثر تم تطوير عدد من تجهيزاتها أمام قلة اليد العاملة، لكنها حافظت على عديد العناصر الأساسية التي تميزها عن منافستها من المعاصر الحديثة. هم الشوامي الساعة الأولى الزيت نتاعهم أبن، وعلاش تغيرت الوضعيه شويه؟ على خاطر الناس كل ولات تحب السرعه تمشي، معناها الطول من المعصر السوري اسرع، معناها نجم في النهار يخدم حتى 1000 ويبه 1200 ويبه يفوتوا، المعصر العربي 100 120 130 قلوا بصراحه، حتى الناس كلهم مشت للسوري قلوا شويه الشوام. الناس ما زالت الناس فما قبال ترغب في المعصرة التقليديه الشوامي، معناها هم متجهين معناها العصري، لان اليد العامله مش موجوده برشا، مش شاقه، فيها الميكسرات وفيها الماكينات وفيها كل شيء بالميكانيك، معناها ما عادش بتحرك حتى شيء باليد. والعربي زيت معناها ابن، علاش ابن؟ على خاطر الدرن نتاع اقل، فيه الحموضه اكثر، حموضة المرجين تبقى في الزيت العربي أكثر من الحموضة الأخرى، وبالنسبة للعصري تنحى الحموضة كاملة. 20 معصرة تقليدية فقط من جملة 120 معصرة تم تشغيلها بولاية مدنين في صبة الزيتون لهذا الموسم. عدد هذه المعاصر يحاول أصحابها المحافظة عليها من الاندثار ليس لغاية ربحية، وإنما حفاظا على موروث تقليدي فلاحي. عربيا ودوليا، أعلن جيش المحتل الإسرائيلي اليوم أنه شن ضربات جوية ضد أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، فيما أكدت سوريا تصدي دفاعاتها الجوية لهذه الهجمات التي قتلت 4 جنود سوريين وأصابت 6 وفق مركز التحكم العسكري الروسي. في أكبر هجوم له على سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية بها، أغار السلاح الجوي الإسرائيلي على ما وصفه أهدافا إيرانية داخل الأراضي السورية. موجات متتالية بالصواريخ اعترف بشنها جيش الاحتلال ضد مواقع قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، موضحا أنها تأتي ردا على قصف قوات إيرانية لصواريخ على موقعه في مرتفعات الجولان المحتلة، ومحذرا في الآن ذاته دمشق من استهداف أراضيه أو قواته. تلك الهجمات وبإقران من الجيش الإسرائيلي تصدت لها الدفاعات الجوية السورية، وقد أكدت دمشق اعتراض منظومة دفاعها الجوي للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعه من تحقيق أهدافه. وبيّن الجيش السوري في بيان له أن 3 أشخاص قتلوا فيما أصيب 2 آخران في هذه الغارات، بينما تحدث مركز التحكم العسكري الروسي عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين. تطورات ميدانية خطيرة قد تهدد بجعل المواجهة بين المحتل الإسرائيلي وإيران مباشرة، سيما وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبق وأن تعهد بعدم السماح لإيران حسب تقديره بتحصين نفسها في سوريا، ولم يستبعد خوض الحرب ضد طهران عاجلا وليس آجلا لمنعها من مهاجمة إسرائيل وفق تصريحه. 4 أيام من اللقاءات والنقاش بمدينة دافوس السويسرية الفخمة تنطلق غدا، وتجمع آلاف الأشخاص بين الأثرى والأكثر تأثيرا ليقرروا خيارات العالم الكبرى مستقبلا. تطالبهم منظمة أوكسفام العالمية اعتمادا على الإحصاءات والأرقام المنشورة في تقريرها السنوي عن الاختلالات العالمية، تطالبهم بفرض مزيد الأداءات على الأكثر غنى. كما دعت حكومات العالم إلى الحرص على أن يدفع الأثرياء والشركات حصتهم من الضرائب لصد موجة اختلال الثروات الحادة التي يعيشها الكوكب،
والتي باتت خارج نطاق السيطرة وفق المنظمة. رئيسا دولتين ذاتي الاقتصاد الأقوى في العالم والمصنف خامسا عالميا الولايات المتحدة وفرنسا، ورئيسة وزراء البلد ذي الاقتصاد المصنف سادسا بريطانيا، يعتذرون عن حضور قمة دافوس التي تبدأ الثلاثاء 22 من جانفي الجاري. ومنظمة أوكسفام العالمية تنشر يومان قبل انطلاق القمة معطيات تؤكد أن 26 شخصا عبر العالم يملكون من المال ما يملكه نصف سكان كوكب الأرض مجتمعين في مؤشرات دالة تكشف المأزق الاقتصادي والتنموي الجاد الذي يعيشه العالم. اعتذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حضور قمة دافوس هذه السنة رأى فيه محللون مؤشرا يعكس حجم الأزمة التي تعيشها الساحة العالمية فيما يتعلق بإدارة سياسات الدول داخليا وخارجيا بالنظر إلى المشاكل التي سببتها خيارات ترامب الاقتصادية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة ومع دول أخرى مثل الصين وبلدان الاتحاد الأوروبي الذي يعرف هو الآخر أزمة سياسية اقتصادية تحتد يوما عن آخر مع فشل رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي المتغيبة هي الأخرى عن قمة دافوس 19 و2000 في تحقيق قبول مجلس العموم البريطاني خطتها لخروج لائق من التكتل الأوروبي، ومع القلق الكبير الذي يحصر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وإدارته بسبب عجز سياسته عن احتواء الاحتجاجات الاجتماعية ضده، ما دفعه لتقديم اعتذاره هو الآخر عن الحضور إلى دافوس. تصاعد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية عبر هذه الدول وغيرها ضاعفت وقعه أرقام صادمة نشرتها منظمة أوكسفام العالمية تكشف مدى عمق الهوة بين المسيطرين على ثروات العالم وبقية سكانه، ما يزيد فقر شعوب الأرض ويؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ويغذي حنق مليارات البشر. وفي حضور زعماء دول أخرى عظمى المنتدى بينهم رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهما، تطرح على طاولة التداول هذه الدورة موضوعات شائكة عديدة يتصدرها ملف تغير المناخ وانخراط دول العالم في تحمل مسؤوليته وقضايا أخرى منها التغيرات التكنولوجية وتبعاتها وتباطؤ الاقتصاد العالمي ووضع البنوك المركزية السيء في مواجهة ركود الاقتصاد. في أخبار الرياضة، وضعت قرعة دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم النجم الساحلي والنادي الصفاقسي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من إيتوغو رينجرز النيجيري وساليتاس البوركيني، وضمت المجموعة الأولى فريق حسينية أكادير المغربي ومواطنيه نهضة بركان والرجاء البيضاوي وأوتيديو الكونغولي. أما في المجموعة الثالثة فقد وضعت القرعة زيسكو يونايتد الزامبي إلى جانب مواطنيه إنكانا والهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني، فيما ضمت المجموعة الرابعة غورماهية الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبيترو أتليتوكو الأنغولي والزمالك المصري. وفي كرة القدم العالمية، حسم نابولي قمة مواجهات الجولة 20 من الدرجة الأولى الإيطالية بالفوز على ضيفه لازيو، واحتكم أياكس أمستردام إلى التعادل على ميدانه في الدرجة الأولى الهولندية، فيما حقق منتخب الصين فوزا صعبا على تايلاندا في مسابقة كأس الأمم الآسيوية ليبلغ الدور ربع النهائي. لا زال حلم لحاق بيوفنتوس في صدارة الكالتشيو يراود نابولي صاحب مركز الوصافة الذي رفع رصيده بالمناسبة إلى 47 نقطة مقلصا الفريق إلى 6 نقاط بينه وبين فريق السيد العجوز الذي سيكون اليوم بمواجهة كيافو فيرونا. نابولي كان قد حقق فوزا ثمينا بثنائية مقابل هدف حسم بموجبه قمة مواجهات الجولة 20 أمام ضيفه لازيو صاحب المركز الخامس. الإسباني خوسيه كايخان تمكن من هزي شباك الضيوف منذ دقيقة 34، ثم أضاف زميله البولوني أركاديوس ميلك الهدف الثاني قبل أن يقلص تشيرو إيموبيلي الفريق للضيوف في الدقيقة 65 من زمن اللقاء. وإلى الدرجة الأولى الهولندية، حيث مثلت الجولة 18 جولة سقوط الكبار، حيث نسج أياكس أمستردام على منوال أينهوفن مكتفيا بالتعادل ولكن على أرضه بأربعة أهداف لأربعة أمام ضيف هيرنفين في مواجهة مثيرة استضافها معقل نادي العاصمة يوان كرايف أرينا،
ليحصد أبناء المدرب إريك تنهاج نقطة وحيدة وليهدروا نقطتين ثمينتين، خصوصا بعد تعثر البي اس في أينهوفن خارج ميدانه بتعادله أمام المتواضع إيمن صاحب المركز الخامس عشر ب18 نقطة. أما في بطولة كأس الأمم الآسيوية فقد تأهل المنتخب الصيني إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين لهدف على نظيره التايلاندي الذي كان البادئ بالتسجيل منذ الدقيقة 31 قبل أن يعود أبناء الفني الإيطالي العجوز مارتشيلو ليبي ويدركوا التعادل عبر النجم زاوز هي الذي دون بالمناسبة اسمه برقم ذهبي في تاريخ المسابقة بإحراز الهدف 100 في النسخة الحالية من كأس الأمم الآسيوية، قبل أن يضيف مواطنه جاولين هدف الفوز في الدقيقة 71 ليضرب منتخب الصين موعدا في ربع نهائي مع منتخب إيران المتأهل بثنائية نظيفة في شباك المنتخب العماني. وإلى عالم الفلك، حيث عاشت مناطق عدة من الكرة الأرضية فجر اليوم على إيقاع ظاهرة فلكية فريدة من نوعها تمثلت في الخسوف الكلي للقمر العملاق أو ما يسمى بقمر الذئب الدموي، حدث استقطب اهتمام نحو 3 مليارات شخص من هواة متابعة النجوم والأفلاك في دول العالم ومن بينها تونس. هكذا كان المشهد في كبد السماء، خسوف كلي للقمر العملاق بعد أن وقع ظل الأرض عليه ليتحول لونه إلى لون برتقالي مائل للحمرة يعرف بالقمر الدموي العملاق. حدث فلكي فريد من نوعه استقطب حوالي 3 مليارات من هواة علم الفلك وأسراره من دول العالم الذين كانوا على موعد مع الخسوف الكلي للقمر للاطلاع على خفايا علم الفلك وما يحمل في طيته من أسرار. ففي تونس توفد الصغار والكبار في الساعات الأخيرة من الليلة المنقضية على مدينة العلوم لمتابعة أول خسوف كلي للقمر هذه السنة. وفي بقية دول العالم على غرار مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين ومعظم مناطق شرق روسيا والمحيط الهادي، حيث أثر الخسوف الكلي للقمر أنظار متابعي النجوم والأفلاك الذين اصطفوا أمام المناظير لمشاهدة الخسوف الكلي لقمر الذئب الدموي العملاق، خسوف استغرق 3 دقائق. وقد وصف القمر بالعملاق نظراً لكونه في أقرب نقطة من الأرض خلال هذا الحدث الفلكي الفريد من نوعه واكتماله. أما كلمة الذئب فتعود إلى تلك التسمية التي تطلق على القمر عندما يكون بدراً في شهر جانفي في إشارة إلى الأساطير والحكايات الخرافية. وقد كانت هذه الظاهرة النادرة مرئية في النصف الغربي للأرض وأوروبا والجزء الغربي من إفريقيا، بالإضافة إلى شمال روسيا، كما حظي سكان أمريكا الشمالية بأفضل رؤية للخسوف الكلي للقمر العملاق. وفي هذا السياق أكدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء النازا أن أمريكا الشمالية تمكنت من رؤية خسوف كلي للقمر أول مرة منذ 3 سنوات. ختام النشرة مشاهدين، وهذا تذكير بالعناوين. تلاميذ المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية يشرعون في تحركات احتجاجية، والسبب تخوفهم من سنة بيضاء على خلفية الخلاف بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي. جيش المحتل الإسرائيلي ينفذ ضربات جوية ضد أهداف في سوريا يزعم أنها إيرانية، ودمشق تعلن سقوط ضحايا في العدوان عليها. عدد من سكان دول العالم يستمتعون برؤية قمر الذئب الدموي العملاق في واحدة من أكثر التظاهرات الفلكية العالمية ندرة. وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.